خلوني اقول لكم ان الرئيس عبد الفتاح السيسي كمان ارصى يعني مبدا لم نكن نعرفه من قبل، لانه قرر منح الامهات المثاليات وسام الكمال في عيد الام منذ العام 2015، وده كان وقتها فقط الوسام ده بيمنح فقط في الماضي لسيدات العائلة الحاكمة، العائلة المالكة، الأميرات، ولكن بقرار من الرئيس أصبحت الأمهات المثاليات ضمن قوائم الحاصلين على هذا الوسام، وسام الكمال. يعني السيسي ببساطة كده خلى كل أم مصرية ملكة. هنا الوضع بقى مهم جدا جدا، لأن من 2015 الموضوع، واحنا احيانا في وسط زحمه حياتنا ما بنركزش، واحنا دايما بنقول ان الوسام الحقيقي مش بس وسام الكمال، ده الام هي اللي بتضحي بالابن وبالزوج، وهي اللي بتربي، وهي اللي بتفقد، وهي اللي بتشيل.